إذن بعد ما رأينا الطباق والمقابلة، هناك محسن بديع آخر سنراه من خلال البيت. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نلاحظ بأن الشطر الأول من البيت قد انتهى بالحرف هو نفسه الحرف الذي انتهى به الشطر الثاني، الميم والميم، على غرار ما رأيناه في السجأ من خلال النصر. إذن انتهاء الشطر الأول بنفس الحرف أو بالحرف نفسه في الشطر الثاني نسميه تسريع. من أين جاءت هذه الكلمة تسريع؟ لابد أن نتعرف على ذلك. تسريع حينما نقول فتحنا الباب على مصراعيه، بمعنى على جزئين، فكأنما نستهل القصيدة ونفتحها بجزئين متشابهين، مثل الباب الذي له جزئان، فنقول أن الجزء الأول يشبه الجزء الثاني من حيث الحرف الأخير، فسميناه تسريع. إذن ما أثر التصريع؟ ما أثر السجع؟ ما أثر الجناس؟ المحسنات اللفظية أقصد. أثر هذه المحسنات هي إحداث نغمة موسيقية تطرب لها أذن السامع، لأن الإنسان مولع بحب هذه النغمات، فحينما يسمعها يطرب لها ويتسلى بها. فهذه المحسنات اللفظية إذا ما ورد سؤال وطلب منك تحديد الأثر فتكون إحداث نغمة موسيقية تطرب لها أذن السامع. هذا ما تعلق بالمحسنات اللفظية. الآن سننتقل إلى المحسنات المعنوية بإذن الله.